الرمان وفوائد الرمان لصحة الجسم. فوائد الرمان للقلب والأوعية الدموية، فوائد الرمان للحامل، فوائد الرمان للجهاز الهضمي، الرمان ومريض السكر، فوائد الرمان للمناعة، وفوائد عديدة جدا موجودة في هذه الفاكهة الجميلة. لو عايز تعرف فوائد الرمان أو بتحب تاكل رمان مش عارف فوائده، تابع معنا الفيديو. ورجعنا لكم تاني، معكم دكتور ماجد المكر، اخوكم بكيوس طب عين شمس 91 ودراسات عليا من المانيا 99. وعايز اشكركم جدا على اهتمامكم ونشركم للفيديوهات واحترامكم للقناه، ان كنتم بتساعدونا ان احنا ننشر المعرفه الطبيه في العالم العربي. ارجع للموضوع وهو الرمان وفوائد الرمان العجيبه. الحقيقه ان الرمان نبات قديم ومعروف وبينمو في كل بلاد العالم تقريبا، ويرجع تاريخه الالاف السنين، لكن معظم فوائده زاد الاهتمام بها في العصر الحديث. هنمسك الفوائد للجسم ببساطه في فيلم تسجيلي كمان واحده واحده ونشوف. تعالوا نشوفهم كده واحده واحده. اولا الرمان ومقاومه السرطانات وزياده المناعه. دراسه امريكيه اثبتت ان الرمان اكتر فاكهه في الدنيا تحتوي على أكبر وأقوى مضادات أكسدة معروفة من مادة اسمها البوليفينول. البوليفينول ده مادة بتدخل إلى أمعائك، يتحلل هذا البوليفينول إلى جزيئات أصغر تدخل في مجرى الدم. هذه المادة تنقي الجسم، تنقي المعدة، تنقي الأمعاء، تنقي الجهاز الهضمي كله، وتنقي باقي خلايا الجسم من كثير من الميكروبات. كمان في مادة بالذات في الرمان اسمها الإيلايجيتينين أو الإيلايجيتينين، ده نوع من أنواع البوليفينول نشط بيولوجيا وموجود أكتر في بذر الرمان نفسه، البذر نفسه، أو في قشر الرمان الخارجي، ودي لها تأثير مضاد للالتهابات على كل خلايا الجسم. إذن تناول الرمان ودخوله في الجهاز الهضمي إلى القولون بيحصل عنده زي نوع من التخمير، بيبقى موجود عندك مضاد حيوي مخصوص جوه القولون، فبيحل مشاكل كتيرة جدا وبتريح الجهاز الهضمي وبتزود المناعة. وده بيدخلنا في نمرة 2 اللي هو فوائد الرمان للجهاز الهضمي. الرمان زي ما قلنا بيزود مناعة الجهاز الهضمي، فانت بتضيف بكتيريا نافعة للجسم وبنسميها احنا الميكروبيوم. الميكروبيوم ده مركبات في الرمان بتمنع نمو البكتيريا الضارة، فبيقلل إحساس الإنسان بالغثيان وبالقيء وألام البطن والتشنج. الرمان لما بيدخل الجسم بتدخل انت بروبيوتيك ببلاش جوه الجسم. ليه بقى؟ قال لك ان الرمان لما بينمو الجذور بتاعته حواليها بكتيريا كتيرة، بتنشأ أجسام مضادة جوه الرمان نفسه تقاوم البكتيريا اللي عند الجذور. فالرمان كثمرة حواليه بكتيريا كتير بيقاومها، بينتصر عليها، بينشأ عنده مناعة ومضادات للبكتيريا يقدر لما تدخل جسمك تفيدك، سبحان الله. بالإضافة لدوره الجميل في تسهيل الهضم وتقليل الإمساك، بل إنه يستخدم الرمان وحاجة عجيبة يعني في علاج الإسهال والإمساك. هتقولي إزاي؟ أصل هو في مواد مضادة للبكتيريا، فلو في إسهال هيقتلها، ولو في إمساك هيسهل العملية لأنه مليان ألياف، يعني كده كده مفيد. نمرة 3 الرمان والبشرة. أثبتت الدراسات أن عصير الرمان بالذات يعمل كواقي داخلي من الشمس. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا حاجة اسمها الأشعة الفوق بنفسجية، دي بتأثر على الجلد وبتعمل على أكسدة الجلد. وجود الرمان بمواد مضادات الأكسدة اللي فيه بتقلل هذه الأكسدة، فبيساعد نمو الكولاجين اللي هو موجود في الجلد، بيديك بشرة نقية، لذلك ان في بعض الماسكات كمان بالرمان. نمرة 4 الرمان والجهاز العصبي. ثبت ان الرمان بسبب وجود مضادات الاكسدة الغنية اللي فيه انه بيقلل من فقدان الذاكرة، وبيقلل من حدوث الشيخوخة، وبيقلل من حدوث شيخوخة البشرة لسه قايلينها، وبيقلل من الاكسدة اللي بتحصل في الدماغ. عارف يقولك انا مخي اتاكسد، ده كلام علمي. الاكسدة اللي بتحصل في الدماغ دي هو مضاد للاكسدة دي، فبالتالي بيخلي المخ نشيط، لدرجة ان في ألمانيا بيعطى الرمان
يوميا للمرضى بتوع الزهايمر عشان يحسن. نمرة 5، الرمان وصحة القلب، مليان مضادات أكسدة ومليان ألياف، يبقى على طول كوليسترول أقل، على طول مفيش التهابات كتيرة في الأوعية الدموية، بيحسن من صحة القلب والجهاز الدوري وبيقلل من ضغط الدم. نمرة 6، الرمان والصحة البولية، نفس الكلام، الرمان مضر للبول، في مادة مضرة للبول، بيساعد على ان الكلى تشتغل كويس، بيصفي الكلى او بيصفي مع الكلى المواد اللي هي بتتكون عشان تعمل حصوات، بينشط الجهاز الدوري، بيقلل التهابات المثانة والجهاز الدوري. نمرة 7، الرمان والمرأة الحامل، الرمان مفيد جدا للمرأة الحامل لانه في مغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وزنك وفي فوليك اسيد، وده بيدي دفعة للمرأة الحامل. اخر نقطة انه كمان كويس ضد جراثيم الفم واللثة، جرب كده تاكل رمان هتلاقي طعمه حلو، وفي نفس الوقت نقى معاك النسا، لدرجة ان في بعض معاجين الاسنان بيتعمل فيها الرمان، يعني كمان مش ماسك الفيس بس، كمان معاجين الاسنان. عملنا حلقة بالتفصيل على الرمان ومريض السكر، حطها لكم في اخر الفيديو علشان الفيديو مبقاش طويل، واعتقد ان في ناس كتير شاهدوا الحلقة، وهي بالمناسبة حلقة مش طويلة، هي حلقة 3 دقايق ونص، وشرحنا فيها ان الرمان بالرغم انه مريض السكر ما ياكلش غير تلت، حسب الدراسات تلت رمانة، الا انه الرمان مفيد ليه لانه في نسبة يعني كربوهيدرات عالية جدا، فلازم نخلي بالنا ونقيس السكر بعدها كمان، او حتى معلقة بس او معلقتين من عصير الرمان. كمان الرمان مليان دهون ومليان بروتينات، في 4 جرام زي ما انتم شايفين كده دهون و5 جرام بروتينات، وطبعا المشكلة في الكربوهيدرات العالية، فلازم ان احنا برضو نستفيد من البروتينات ومن الدهون. وكمان ما ننساش ان مريض السكر يا جماعة معرض لالتهابات كتيرة جدا، يحصل له التهاب بسرعة، لما ياكل رمان والمليان مضادات اكسدة بيقلل من فرصة حدوث الالتهاب. لذلك ننصح مريض السكر، وده هشوفوه بالتفصيل في الحلقة دي التانية، يعني الحلقة الصغيرة، انه ياكل تلت رمانة في اليوم، لانه يزود معاه المناعة ويقلل فرصة حدوث الالتهابات، وهو ده الهدف الاساسي. اما اضرار الرمان فهي اضرار قليله، قلنا طبعا زياده السكر دي مشكله بالذات كمان الناس اللي عايزه تخسس، وكمان الرمان طبعا مشكلته الاساسيه انه ممكن يعمل تهيج في الجهاز الهضمي، بعض المشاكل في المعده والقولون، ما يمنعش بقى ان احنا ما نستفدش منه بالفوائد الكبيره اللي بيديها لنا الرمان. مستني اسئلتكم ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، والرمان المفيد جدا.